مشاهدي قناة التغيير الفضائية، أهلا بكم. جولة مراسل هذا اليوم من أعلى زاوية رياضية في محافظة البصرة، امتياز عالمي في محافظة البصرة، يوجد بانثر جيم. راح يكون معنا عضو الاتحاد العراقي لبناء الأجسام الكابتن محمد رعد، البطل السابق في هذه اللعبة. خليكم معنا. هذه الرياضة بقيت محافظة على مستواها من ناحية أبطال البصرة، من ناحية هواة هذه الرياضة. حديثنا هذا اليوم مع عضو الاتحاد العراقي لبناء الأجسام فرع البصرة كابتن محمد رعد. مرحبا كابتن. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا كابتن. بالبداية رحب بكم، هذه لمسة جديدة في محافظة البصرة. نعم. تضاف إلى بقية الزوايا الرياضية في البصرة وهي بانثر جيم. اليوم كيف حصلت البصرة على وجود بانثر جيم في إحدى الزوايا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بكم قناتكم، مشرف بهذا اللقاء. بالنسبة للمجمع بانثر جيم، يعني هي انطلاق رؤية من يعني مجموعة، خلينا نقول أشخاص. نعم. واللي هو صديقنا الدكتور سجاد كان يحب انه يكون اكو فد مجمع خاص للرياضه بالبصره يحتوي على كل يعني المتطلبات. اختصاص تربيه رياضيه دكتور سجاد او هو قانون؟ قانون بس. نعم. هو بصراحه يعني رياضي قديم. نعم. ورياضي يعني خلينا نقول بطل، مشارك بطولات قوه بدنيه ومشارك بطولات بناء اجسام. طيب. فكان يريد انه يجمع الرياضه كلها بمركز واحد، فانطلقت هاي الفكرة انه يفتتح هذا المجمع اللي هو الطابق الارضي يحتوي على يعني بروتينات وبراندات عالمية، بروتينات وقاعة الطابق الاول النسائي والطابق الثالث رجالي، كونا انه بصراحة الرياضة يعني خلينا نقول بناء اجسام والرشاقة ما تقتصر على العنصر الرجالي فقط. بالآونة الاخيرة خلينا نقول اخر 5 سنوات او اخر 6 سنوات دخلت المرأة بالرياضة، وأكو مدربات يعني ناجحات على مستوى البصرة وعلى مستوى العراق، وأكو يعني هواي متدربات على مستوى البصرة. هذا الشيء إذا يعكس شيء يعكس ثقافة المجتمع، أنه المجتمع بدأ يتجه للأكل الصحي، للرياضة، لأن عرف أنه بدأ يتجه للوقاية خير من العلاج في الوقت. نعم. نعم. والرياضة هي خير يعني حتى الأطباء، حتى الناس اللي لا سامح الله يصير عنده مرض، دائما راح ينصح، أول ما ينصح أنه تبتعد عن فلان أكل وفلان أكل، وبنفس الوقت مارس الرياضة. أضافة إلى السوشيال ميديا والقنوات الفضائية ساهمت هواي بانتشار الرياضة، كونا تنقل لك يعني النجوم والمشاهير والناس اللي يعني معروفة، هذا راح يشوفون الناس انه رياضي، يمارس رياضه، جسمه مرتب. هذا الشيء راح يدفع الناس انه انا ليش ما اصير مثل هذا، هذا انسان وانا انسان. فبالتالي صنعنا هواي ابطال على مستوى البصره، والحمد لله والشكر يعني نص المنتخب الوطني من محافظة البصرة. نعم. اذا نتحدث بخطوات متسلسله ابتداء من دور الاتحاد العراقي لبناء الاجسام فرع البصرة. نعم. اليوم ما هو دوره بخصوص وجود القاعات الرياضية في البصرة؟ نعرف بأنه هي قطاع خاص، لكن ما هو دوركم كاتحاد لدعم هذه القاعات؟ بالنسبة لدور الاتحاد خاصة هاي الفترة جاي يشتغل على موضوع الإجازات، وبالنسبة إلى حتى ذيك الفترة اللي كان ماكو موضوع الإجازات كانوا مواكب الرياضة ويزور القاعات ويفتتحها، يعني أي قاعة جديدة. نعم. تنفتح بإشراف الاتحاد. كذلك تواصل المدربين نفسهم أهل القاعات، تواصلوا ويا الاتحاد وأقامت بطولة القاعات الأهلية بالبصرة. يعني هذا ما كنت يعني أريد أن أتطرق له، هو خلق المنافسة. نعم. ببطولة القاعات. نعم. داخل محافظة البصرة هذه. نعم. أيضا كانت بإشراف. نعم نعم. نعم. بطولة القاعات الأهلية بإشراف الاتحاد، هذا الشيء يحفز القاعات على صناعة أبطال جدد، ومن ضمنها يعني نقدر نرفد الأندية. والرياضي أول ما ينزل قاعات يعني وبعدها يدرج للأندية، خلينا نقول بطولة بطولتين راح يشكل منتخب وطني ويطلع ويشارك، وكل هذا محسوب للبصرة. أفرزت بطولات القاعات، أفرزت رياضيين مثلوا الأندية. نعم نعم. احنا بالنسبه لنا كالنادي البحري، انا امثل النادي البحري وعضو هيئه اداريه بالنادي البحري ومشرف على لعبه بناء الاجسام. هواي ابطال اجتني من بطوله القاعات، قدرت استغلهم ببطوله البصره، جابوا نتائج وقدرنا انه بناخذهم من بطوله العراق، ايضا جابوا نتائج وقسم منهم شكلوا منتخب وطني.
وكذلك جابوا نتائج، وقلت لك هو بالتالي نحسب انجاز للبصره انه البصره واللاده وجاي يطلعون منها هواي ابطال منتخب وطني وابطال دولي. ما بعد دور الاتحاد اليوم، كيف رايتم تقبل المجتمع البصري كرجال كنساء لرياضه بناء الاجسام اليوم؟ اهميه هذه الرياضه في الجانب الصحي، في الوقايه، رفع مستوى اللياقه البدنيه. حتى الان يعني كيف ترون المستوى المجتمع البصري، مقبول ام جيد؟ والله كلش مقبول. يعني بالسابق خلينا نقول بال2004 و2005 و2006 كان يعني الشخص اذا عنده عضلات ويمشي بالشارع كانما شيء غريب، الناس باوع له باستغراب. هسه لا، صارت ثقافه مجتمع، جاي نشوف النساء تمارس الرياضه، الرجال تمارس الرياضه، الناس كلها تجي هنا خلينا نقول حتى يرتب جسمه، حتى يعدل جسمه. فبالعكس صارت مقبوليه اكثر عند المجتمع، وصار نظام حياه عند اغلب الناس. ما هي النصيحه التي يقدمها المختص سواء كاتحاد وحضرتك ايضا مشرف على ابطال لاعبي منتخب وطني؟ كابتن محمد اليوم الكثير يتحججون بعدم وجود الوقت، ساعات طويله للدوام، لا يتمكن الفرد يعني رجل او امراه من يعني تناول الوجبات بالوقت المحدد، نصيحتكم لاصحاب العمل لساعات طويله؟ والله هو صحيح، احنا بالنسبه لنا نظام حياتنا يعني بالعراق شويه متعب، يعني العمل احتمال ساعات طويله او عنده مسؤوليات ثانيه او كذا، بس هي تبقى هاي الساعه الرياضه باليوم هي هاي راح تعينك، راح انه توصل عمرك خلينا نقول 50 سنه 60 سنه وانت بكامل صحتك وانت بكامل لياقتك، فهي ساعه واحده باليوم او ساعه ونص. وبالنسبه للاكل يعني يترتب، هو بدال انت ما تاكل اكل هذا خلينا نقول العادي، تقدر تاكل اكل صحي وكل شيء ما عليك. يعني هو احنا متطرقين للي يتريق، هو يتريق صمون وفلافل بالدائره او بمكان عمله، شنو هو البديل؟ يقدر ياخذ وياه شوفان بيض سليق او خبز شعير وبيض سليق، يعني شغلات صحيه، جبن دايت، اكو هواي بدائل. هذه اذا حسبها انه ياخذها من البيت راح تكون ارخص من اللفات اللي يشتريها. اي بالعكس، يعني مصاريف اقل، او حتى لو نفس المصاريف بالتالي انت مدخل اكل فريش واكل زين، يعني ما يسبب لك بالتالي بامراض. اطلقتوا كابتن يعني اليوم عالم السوشيال ميديا والقريه الصغيره، اطلقتوا تحديات انه خاصه بنزول الوزن، خاصه بمنافسه معينه؟ والله بعد هذه الفكره يعني مثل ما تقول موجوده، بس بعدنا ما يعني ستطبق ان شاء الله. ان شاء الله ستطبق ان شاء الله. اذا تطرقنا اليوم الى موضوع اخر يعني ذو علاقه، انه اليوم الجانب النفسي مهم جدا. بعض اللاعبين المبتدئين اللي يمارسون رياضه بناء الاجسام ببدايه الطريق ويلاحظ يعني ويشاهد معه في نفس المركز التدريبي ابطال على مستوى، انه هذا انه ايضا تنصحوا بانه يذهب الى الطرق القصيره ويستخدم مواد محظوره انتم تقومون بحظرها لغرض الوصول الى نتيجه معينه؟ لا بالعكس بالعكس، هي هاي اللعبه الحلو بها هي لعبه الصبر، انه الرياضه الجديد من تجي انت صح راح يشوف قدامك مثلا بطل عالم او بطل عراق او بطل اسيا. ننصح الرياضي الجديد انه انت صحيح راح تجي تشوف امامك بطل عالم او بطل عراق او بطل اسيا، احنا نقول لك انت توصل هيك، بس خلي المساله علينا واحنا نعرف ندليك على الطريق الصحيح، حتى لو الطريق خلينا نقول طويل وياخذ فتره من الزمن، بالتالي هو لمصلحتك احسن، انت راح تحافظ على كلياتك وتحافظ على كبدك احسن من الشغلات اللي سريعه، بس بالتالي انت راح تتحطم داخليا. حذرت من المتاجرة بهذا الأمر، كثير صفحات، كثير أشخاص، وللأسف يعني لاحظ المشاهير أيضا من ممثلين فنانين هم ليسوا أصحاب اختصاص، مقابل المادة يعني تم التطرق لمواضيع ليس ضمن اختصاصهم. أحد الممثلين يقول لا داعي لاستخدام الرياضة. نعم أذكر يعني فنان رضا طارق. نعم بكرة هاي شفتها بإعلان أنا بصراحة. نعم المنحفات والشغلات الجديدة احنا نقول اذا كل من يشتغل باختصاصه خليه احسن. نعم. احنا نقدر ننزل يعني كرياضة وكنظام غذائي، يقدر يعني الشخص ينزل بدون منحفات، نزلنا ناس 50 كيلو و40 كيلو، بس هي الناس تبقى انه عندهم حب الاستعجال. نعم. هذا حب الاستعجال هو يمكن ينزل، بس هو اساسا اكو نوع من المستحضرات يخلوا لها الثايروكسين، هذا
الثايروكسين يعني يحطم الجسم داخليا، اذا صعد مستوى بالجسم يحطم الجسم داخليا، هو يشوف نفسه ينزل، بس هو ينزل يعني ينزل عضل وينزل سوائل اضافه الى اكو نزول شحوم، بس مو لهالدرجه هاي. اي شيء يحتوي على بروتين عالي، حتى مثلا خلينا نقول السمك او الدجاج او اللحم، انت المفروض تشرب ماء هواي خلال اليوم، حتى لان جزيئات البروتين تصير كبيره. عادة يقدر بكم قنينه ماء؟ والله هي اكو حسب الوزن، او الاطباء يقول لك لحد ما يوصل العفو الادرار ابيض صافي، لونه ابيض، نعم، او حسب الوزن، يعني كل وزن محددي له كميه لترات معينه، بس على العموم لازم كمية ماء هواي، لأن جزيئات البروتين كبيرة بالنسبة للأنابيب الكلوي، فسواء مكملات غذائية أو أكل يعني عالي البروتين لازم ماء هواي. بالنسبة للمكمل الغذائي ما بي أي، خلينا نقول ما بي أي غبار. وبالنسبة للمنشطات أو المستحضرات المحظورة أو الحقن، هذا الشيء يعني حتى بالبطولات أكو لجنة خاصة يسمونها لجنة الدوبينج. نعم، لجنة الدوبينج مكونة من 3 خبراء باللعبة، أنا يعني هم موجود بلجنة الدوبينج ببطولات البصرة. هنا نلاحظ اللاعب اللي ظهر عليه علامات الحقن الموضعي أو علامات من يأخذ منشطات بصورة عالية راح تبرز عنده شغلات إحنا نعرفها مثل الجاينو، هنا راح يستبعد اللاعب. إذا كان شيء بسيط بداية أمر حياته نحذره أو نوقع على تعهد، بس اذا كان شيء متجاوز المرحله الطبيعيه هنا اللاعب راح يستبعد وينحرم من السباقات. اليوم بهذا حديثك احنا فرقنا بين المكمل الغذائي والتاثير الايجابي، وفرقنا بين المنشط والمواد المحظوره. نعم، المواطن يعني لا يعرف ان يفرق بين لا المنشطات والحقن الموضعي والمواد المحظوره، هاي محظوره ومتفق عليها الجميع، يعني حتى الاتحاد المركزي والاتحادات الفرعيه جاي تحارب هاي الظاهره. الاستخدام الصحيح عفوا للمكمل الغذائي يقترن مع الوجبات الغذائيه، البعض عندما يستخدم البروتين يتخلى عن الوجبه الغذائيه، يعني تعقيبكم على هذا الموضوع؟ هو من اسمه هو مكمل غذائي، فاحنا وصلنا اكلنا مرحله هنا بدا الاكل خلينا نقول يراد لفد شيء يساعده اكثر، فنبدي نتجه للمكملات الغذائيه، اما انت تجي تريد تعوض المكمل الغذائي بدل الاكل الاساسي، يعني تقريبا مرات انا احكي ويا اللاعبين هم شباب واحكي ويا بلغه السياره والبنزين، اقول له انت ما يصير تجي تضيف محسن وانت خزان البنزين ما مالي، انت تملي خزان البنزين وبعدين تضيف المحسن مال البنزين، هذا نفس الشيء هو مكمل غذائي، هو يجي يكمل اكلك اللي موجود عندك. بالتالي انه اليوم النصيحه هي الالتزام بساعات النوم الصحيحه، واللي تحددوها انتم دائما يعني من نعم 8 ساعات. نعم بالنسبه للاعب 8 ساعات، ونحاول قبل 12 بالليل، قبل الوحده بالليل، لان الغده النخاميه تفرز جروث هرمون طبيعي بالجسم، يعني تحتاج 3 ساعات يعني نوم عميق من بعدها يبدا ينفرز. وهذا سؤال لاغلب يعني الاشخاص ممن يعني لا يحتاجه لعمل او وظيفه او كذا، يعني المترف انه يقول انه بامكاني انه انام 8 ساعات، لكن من الساعه 3 أو 4 ما تشتغل عند الغده النخاميه، هو لاحظ هسه اي واحد يلاحظ اذا ينام بالست الفجر ينام، حتى من ينام خلينا نقول 8 ساعات أو 7 ساعات راح حتى من يقعد تعبان ضعيف يحس بنفسه يعني به ضعف، مو مثل اللي ينام بالليل. هي بعد آية قرآنية وجعلنا الليل سباتا، ما بها نقاش. نعم. طيب إذا تحدثنا الآن عن موضوع مهمة أو عن نصيحة لكل أفراد المجتمع، أنه بخصوص ممارسة الرياضة بشكل عام، يعني أو رياضة بناء الأجسام بشكل خاص، من يستطيع أن يتواجد في مركز التدريب أو من لا يستطيع، خصوصا العنصر النسوي. بصراحة حتى الآن لا تمتلك العائلة العراقية بشكل عام ثقافة زج العنصر النسوي في القاعة الرياضية أو في الوسط الرياضي. يعني قصدك النساء يشاركن بالقاعة الرياضية؟ نعم، يعني ماذا نقول لمن لا يستطيع أو لا تستطيع المشاركة في اللي ممكن أنه تكون أكو تمارين نأديها داخل المنزل؟ تمارين منزلية، أكو تمارين منزلية، وبالنسبة للطبخ بالبيت يعني أحسن الأكل الصحي. كابتن، حدثنا بنهاية يعني حلقتنا لهذا اليوم عن موضوع الرياضة المنزلية، يعني لمن لا يستطيع أن يمارس الرياضة كأضعف الإيمان. نشاهد اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي في قنوات يوتيوب رياضة منزلية، تنصحون بهذا الأمر كأضعف الإيمان؟ اي عادي ماكو مشكلة، يعني اللي ما تقدر بالنسبة للنساء ما تقدر تروح جيم،
يعني موجودة تمارين على اليوتيوب أو تقدر تمارس رياضة المشي، يعني إذا عندهم خلينا نقول شارع فارغ ورصيف ومنطقة آمنة. ملخص الحديث كان مع البطل العراقي السابق محمد رعد، عضو اتحاد بناء الأجسام فرع البصرة حاليا، وما يقدمه من نصيحة للمجتمع اختصرها بالتأكيد على ضرورة ممارسة الرياضة بشكل عام. حتى يتجدد اللقاء معكم، دمتم برعاية الله وحفظه.